السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا طلبت مني أخت في القناة لزادفيرب انتروغاتيف. قبل أن أشرح في الشرح حبيت نقول باللي ممكن أني ندير ديزيغور، هذا طبيعي جدا. جو سوي با بارفيت، لا أحد كامل في هذه الدنيا، ونقدر ندير خطأ أو اثنان أو ثلاث حتى أربعة في الترجمة، لأنني للأسف لا أستطيع أن أحضر شيء قبل أن أقوم بفيديو، لأنني أقوم به عندما يكون عندي وقت نروح ندير لكم حاجات تستفادوا بها. إذا كي تلقاو خطأ أو خطأين ديروه معليش في تعليق يقراوه الآخرين، لكن باش نقول لكم فقط بلي أنا لست كاملة، إذن قد تجدون أخطاء في الترجمة. إذن adverb et pronom interrogatif. عنا في الانتروغاسيون on a des adverbes, on a des pronoms et on a des adjectifs. هنا les pronoms وشي هما باش يفرق بيناتهم. Les pronoms عنا qui, عنا que. Qui نستعمله إلا للإنسان. Juste pour les personnes. Qui vient dîner ce soir? هنا نريد أن نعرف من هو الذي سيأتي للعشاء. وهنا la réponse Juliette et Arnaud viennent dîner ce soir. إذن الشخصين جولييت وأرنو هم الذين سيأتون للعشاء. Que تدل على الشيء فقط عندما نريد أن نسأل عن شيء ليس عن إنسان. مثلا هنا que manges-tu des fruits ما نقدروش نقول qui manges-tu، لا نستطيع أن نأكل إنسان. إذن نديرو que manges-tu. إذن qui للإنسان que للشيء. دوكا في السنة الخامسة واش قراو؟ قراو لي زادفيرب انتيروغاتيف. دارو او تروماركيو بلي او عندو لو تيغي كون كومبيان اي كومون. او نستعملها للمكان اي لو ليو. او بارتي فو ان فاكونس عندما نريد ان نعلم مكان ما. Où es-tu? أين أنت؟ أي نريد أن نعرف مكان تواجدك. Où vas-tu? إلى أين تذهب؟ المهم عندما نريد أن نسأل سؤال عن مكان ما. Où est les fraises? Par exemple, les fraises sont dans le réfrigérateur. إنهم في الثلاجة. Où est par exemple mon cartable. نريد أن نعرف مكان المحفظة. إذن أي حاجة نحب نعرف المكان ديالها نستعمل أو. Quand هو يتكتب دي à la fin لكن c'est une lettre muette، هو حرف أصم إذن لا ننطقه. Quand يدل على الوقت عندما نريد معرفة الزمن. إذن أو une date par exemple نستعمل quand. Par exemple هنا quand partez-vous en vacances، نريد أن نعرف متى. إذن هذا il remplace متى. متى ستذهبون إلى في عطلة. إذن en août نريد أن هنا حددوا لنا الزمن الذي سيذهبون إليها en vacances. إذن كون يدل على الوقت. كومبيان يدل على la quantité أي الكمية. كومبيان as-tu d'argent par exemple، كم لديك من النقود. كومبيان دو جور prenez-vous، كم من يوم ستأخذ. هنا la réponse 20 jours. إذن عندما نريد أن نعلم عدد ما أو كمية ما نستعمل combien. الآن comment هي la manière أي الطريقة. Comment allez-vous en vacances؟ هنا نريد أن نعرف وسيلة النقل.
العقل التي ستستعمله لتستعملها للذهاب إلى العطلة، أي en train، سأذهب بالقطار. إذن comment allez-vous، كيف حالك؟ إذن comment يعوض كيف، أي كيف، ما هي الوسيلة، ما هو حالك، ما هو، إذن كيف حالك، كيف ستذهب إلى العطلة. إذن comment يعوض كيف، combien يعوض كم، quand يعوض متى، أو يعوض أين. إذن هكذا normalement فهمتوا شوية وش هما les adverbes interrogatifs. دوكا ندير لكم هادو، قولوا لهم les adjectifs interrogatifs باش ما يديرهمش الطفل. les adverbes وحدهم هي فقط ou quand, comment et combien. هادو قولوا لهم qui sont en bleu c'est des adjectifs interrogatifs. maintenant ici عندما نسأل سؤال، نلاحظ يا اخي normalement قلنا بلي le verbe il vient avant le pronom personnel. Où allez-vous تشوفوا بلي في la question le verbe يجي قبل le pronom personnel. لكن إذا أردنا أن on va poser une question حيث le sujet le verbe لا يسبق le pronom personnel، واش نديرو؟ نزيدو est-ce que، où est-ce que vous allez. تشوفوا بلي vous allez قد كيما راه le sujet ثم يأتي le verbe. quand allez-vous، quand allez-vous، متى ستذهب، متى، أين تذهبون، متى ستذهب، باش يولي le verbe، شتو هنا le verbe avant le sujet، دوكا باش يولي normal. vous allez، quand est-ce que vous allez، شوفو زدنا est-ce que. pourquoi allez-vous، لماذا تذهبون، pourquoi est-ce que vous allez، لماذا، pourquoi، c'est un adverbe interrogatif وهو لمعرفة السبب. إذن c'est pour la cause، لماذا، لماذا تذهبون، pourquoi est-ce que vous allez، لماذا تذهبون. هنا نزيدو est-ce que باش يولي le sujet avant le verbe. comment allez-vous، دوكا حبينا يجي le sujet avant le verbe، نديرو est-ce que، comment، est-ce que vous allez. إذن كي يكون est-ce que le sujet يجي قبل le verbe، كي ما يكونش est-ce que dans une question، إذن يجي le verbe avant le sujet. إذن قلنا où هو أين، quand هو متى، pourquoi هو لماذا، comment هو كيف، و combien هو كم. هكذا إذن normalement شرحت لكم les adverbes دوكا interrogatifs، وأرجو أن الأخت التي طلبته مني ستجده لأن قالت لي سي أورجون، ونتمنى باللي فهمت وشي هما لي زادفيرب انتيروغاتيف. هكذا إذن إلى